رجعنا لكم مرة تانية وزي كل يوم أربع وفكرتنا الطبية مع أستاذ دكتور أحمد عوض الله استشاري الحقن المجهري وأطفال أنابيب وصاحب مستشفى دار الطب وعضو الجمعية البريطانية للخصوبة بلندن. يا أهلا وسهلا. ازيك؟ إيه الأخبار؟ تمام. كله تمام وحلو؟ طيب في بقى موضوع هنتكلم فيه النهاردة جايز اتكلمنا قبل كده فيه بسرعة، النهاردة عايزين نتكلم فيه بالتفاصيل لأن أنا مش فاهمه. الحمل خارج الرحم ده يعني إيه؟ هو الحمل المفروض يبقى داخل الرحم. يعني ايه داخل الرحم؟ يعني في تجويف الرحم. تجويف الرحم ده عبارة عن ثلاث طبقات، طبقة منهم اللي هي الطبقة الداخلية اللي هي اسمها الاندوميتريوم اللي هي بطانة الرحم من الداخل. في نوع من انواع التفاعل الكيميائي او الهرموني بين الجنين اللي بيخرج من الانبوبة وبطانة الرحم، في محاولة من هذا الجنين ان يلتصق على بطانة الرحم، لأنه ليس كل جنين يعود إلى تجويف الرحم من قناة فالوب بعد انقسام البويضة اللي بتقعد لمدة 5 أيام داخل قناة فالوب. هذا الجنين حال خروجه إلى تجويف الرحم يلتصق على بطانة الرحم، زيه بالضبط زي السيدة اللي بيبقى عندها بويضات بتتخصب خارج الجسم، والبويضة دي بتتاخد بعد كده هون ومخصبة وتقذف داخل تجويف الرحم. احنا ما بنزرعهاش جوه تجويف الرحم. في بين السطح الخارجي للبويضه المخصبه اللي بتخرج من الانبوبه او بتيجي عن طريق الحقن المجهري غشاء خارجي. والغشاء الخارجي بيبعت بعض المواد اللي بتدي اشاره الى بطانه الرحم، ويحدث بينهم حاجه من الثلاثه. واحد، التناغم بين الجنين وبطانة الرحم فيلتصق الجنين. اوكي. الصراع اللي احنا مش عارفين مين اللي هيكسبه بين الجنين وبطانة الرحم. ممكن واحد منهم يكسبه وقتيا ويتهزم بعد كده. مدة معينة، اللي هو الاشهر في الحاجات اللي زي دي اللي هو الاجهاض او الحمل الكيميائي، اللي هو بيبقى جنين بيبدأ يلتصق على بطانة الرحم، هو انتصر وقتيا على الجسم، وعند نقطة معينة هذا الجنين لا يستطيع أن يجد طريقه للاستمرارية للالتصاق. يعني الالتصاق دي حتة، هو مش التصق خلاص في التانية دي؟ التصق بس هل كمل وبقى بيبي وبقى وإيه اللي وقعه؟ اللي وقعه مجموعة كبيرة من الأمراض، أشهرهم حاليا هو الأمراض المناعية التي تصيب تجويف الرحم، التي قد تؤدي بأن الجنين الذي يحاول الالتصاق على بطانة الرحم لا يجد طريقه، ما بيكملش. أوكي. حاجة التالتة أنه الجسم من الأول انتصر على بطانة الرحم أو انتصر على الجنين ولم يلتصق في المقام الأول. ودي على فكرة نسبة كبيرة. أوكي. يعني أي واحدة ست بيحصل جماع بينها وبين جوزها وفي جنين اتكون، الجنين ده المفروض هيخرج عشان يلتصق على بطانة الرحم، او لو هي بتعمل حقن مجهري وهيتزرع لها اجنه المفروض في جنين هيرجع لتجويف الرحم. في كلتا الحالات النتيجه ما هياش 100% بدوس حمل، وعلى كده يبقى في فرصه او في نسبه لانه هذا الجنين يهزم في الحرب اللي بينه وبين الجسم في محاوله الالتصاق. اوكي. ليه واحدة ست بتزرع أجنة في الرحم نقول لها والله نسبة الحمل بتاعك 40 و50%؟ وليه واحدة ست بنقول لها من الجماع أو الحمل أنه يحصل حمل طبيعي النسبة أقل من كده بكتير؟ ليه؟ يبقى في حاجات ممكن تكون بتحصل في جسم المرأة والرجل تؤثر سلبا على أن يكون هناك جنين يخرج من الأنبوبة في محاولة للالتصاق على بطانة الرحم. طب والرجل ماله؟ هقول لك. يعني انت النهارده في الحقن المجهري واطفال الانابيب هو جنين موجود في قسطره، انت بتاخد الجنين ده وانت تقوم مرجعه داخل تجويف الرحم. كده. بالنسبه للحمل الطبيعي هو في جماع بين الرجل والمراه. فهل الحيوان المنوي ده هيقدر ان هو يجري في الرحله بتاعته لحد لما يوصل للبويضه؟ ادي واحد. هل هيقف في جزء من الرحله دي عند نقطه معينه ولا يستطيع الاستمرار؟ ادي حاجه.
هل الحيوانات المنويه كفء او قادره على الوصول الى البويضه؟ ادي حاجه. لا بس احنا بنتكلم في الحاله خلاص هو وصل والبويضه بقت. لا 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 انا والله؟ لسه بقول هو ليه الجنس البشري ربنا خلقه بنسب حدوث حمل قليله جدا من اللقاء بين الرجل والمراه. يعني كل 10 سيدات هيحصل لقاء بينهم وبين جوزهم. هم شديدي الخصوبه في شهر واحد لا تتعدى نسب حدوث حمل 10%. خلاص يعني واحده في 10 هيحمله. اوكي. وبفسر ليه واحده من 10 هيحمله. ففي بويضه هتخرج من المبيض. مين قال ان البويضه اللي اتصنعت او اتخلقت الشهر ده هي بويضه جيده؟ جاهزه. مين قال ان البويضه دي لما هتجي لها اشاره من المخ عشان تفرز من المبيض هتخرج؟ مين قال ان البويضه دي هيستطيع ان يلتقطها قناة فالوب؟ مين قال ان البويضة دي هتبقى موجودة في نفس الوقت المناسب اللي فيه حيوانات منوية في يعني زي ما بيقولوا في صحة جيدة تستطيع الحيوانات المنوية ان تخترق البويضة؟ مين قال وكده بقى ندخل على السؤال بتاعك اللي بدينا فيه في الاول. مين قال ان الجنين اللي بيتكون دون هيتكون ويفضل يتدحرج جوه على السجادة جوه الأنبوبة لحد لما يوصل لتجويف الرحم؟ ال 8 سنتي 7 سنتي 10 سنتي اللي هم بتوع قناة فالوب عاملين زي السجادة. هم شعر شعيرات صغيرة الحجم جدا لا تراها العين المجردة. فيها كورة صغيرة الحجم جدا لا تراها العين المجردة. بتجري الكورة دي بتتزحلق بعد لما تنقسم في لقاء البويضة والحيوان المنوي في محاولة أن تعود مرة أخرى إلى تجويف الرحم. ممكن بقى الجنين دون اوكي يوقف في النص بسبب حاجه من الاثنين. مرض في السجاده فمش او الشعيرات اللي موجوده مش جوه مش بتمشي كويس او مرض خارجي مؤثر على قدره الانبوبه في الانقباض وقدره الجنين في الاستمراريه في المكان دون لحد لما يخرج جوه تجويف الرحم. يبقى الجنين ده ممكن يوقفه مطبات جوه وممكن يوقفوا مطبات بره. الصوره دي صوره لي طبعا دي صوره مرسومه لحاجه لونها احمر في اللي هي على اليمين اللي هي على اليمين دي. يعني هو بيحاول ان هو يفسر انه في حاجه اسمها جنين وقف في مكان مش مفروض يقف فيه. الحمل اللي خارج الرحم ممكن يبقى على المبيض ممكن يبقى خارج المبيض وخارج الانبوبه ممكن يبقى على القولون ممكن يبقى على اي عضو من اعضاء الجسم. انت بدات تبحلق. ايوه دي حقيقه. القولون ممكن يبقى في قناه فالوب وممكن يبقى في عنق الرحم. ليه؟ لان هو ده المكان اللي لما البيضه والحيوان المنوي هيتقابلوا فيه هيبقى الجنين ده بعد لما اتكون خالص هيبدا يفرز المواد بتاعته اللي هي بتخليه يلتصق على شوف الصوره دي اللي هي بتخليه يلتصق على بطانة الرحم. افترضنا انه الجزء الداخلي بتاع الانبوبة ما هوش كويس مش جيد ايه اللي هيحصل؟ هتخرج هيفضل الجنين دون اللي هي الخلية دي تتدحرج وتقف ما تكملش لحد نقطة معينة. بص الصورة دي حلوة لان دي فيها حتة مهمة تحت البيبي دون في حاجة عاملة زي الليفة كده اللي هي بتاعت الحمرة البحر دي. دي السطح اللي بين بطانة الرحم او تجويف الرحم والجنين. دي اللي بين الجنين والانسجة بتاعت الانبوبة. دي الشعيرات الدموية اللي عاملة زي لما يجي اخطبوط يمسك في حاجة ويبدأ يتمكن قوي فيبقى في شعيرات دموية كتير جدا هي اللي بتجيب اللي هم بيسموها الفيتو ماتيرنال انتراكشن او الفيتو ماتيرنال بلاد انه يبقى في دم بيعوم بين الجنين وبين الست فجزء منه من دم البيبي وجزء منه من دم الام عشان يبدا يبقى فيه النمو بتاع الجنين. خلاص فممكن الجنين ده يقف داخل قناه فالوب والسبب في ان هو يقف داخل قناه فالوب يا انه في التهاب او اعاقه في الشعيرات اللي هي بتحرك البويضه المخصبه داخل قناه فالوب او التصاقات خارج قناة فالوب ممكن تكون هي دي انا اللي عاملة لخبطة في حركة العضلة بتاعة قناة فالوب.
ايه بقى حكايه القولون ده عشان دلوقتي ما هو البويضه والحيوان المنوي هيقابلوا بعض. هيقابلوا بعض فين؟ في الانبوب. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيخرجوا من الانبوب، هيخرجوا فين؟ المفروض الصح ان هم بيخرجوا عشان يلزقوا على تجويف الرحم. ماشي. لو افترضنا ان الحيوان المنوي والبويضه قابلوا بعض جوه الانبوبه، ممكن يخرجوا من الانبوبه كجنين ويتدحرج، بدل ما يتدحرج جوه تجويف الرحم يتدحرج بره. هيتدحرج فين بقى؟ يقف على سطح المبيض، يقف على اي جزء. هي الدنيا جوه مفتحه كده على بعض؟ طبعا. ده طبعا طبعا بالظبط. زي الاوضه دي، بص تخيل الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي، واخد بالك، هي تجويف الجسم من الداخل. وتخيل ان الكنبه دي هي الرحم، وتخيل ان الكرسيين دول او الكنبه والكرسيين دول هم الانابيب، وتخيل ان الترابيزه دي هي المبيض. وده دي الحقيقه يعني. ودول واصلين ببعض، وادي المبيض اهو بيخرج من المبيض ده كوره اللي هي البيضه، تطير تدخل فين؟ في الانبوبه او على الكنبه دي، تقف تستنى، يجي لها الحيوانات المنويه يعكسوا بعض، واحد منهم يقوم داخل جوه البيضه، وبعدين يبدا يتكون الجنين اللي هيمشي بعد كده اهو عشان يجي يقعد على الكنبه دي هنا. هيقعد على الكنبه دي بيحاول يعمل ايه؟ يلزق. طيب ولو هو خرج ووقف على الكرسي او هنا واتشقى وبدل ما يدخل لزق، او بدل ما يدخل يكمل عشان يوصل لهنا قام واخد بعضه ونزل على الارض وبيجري، اتدحرج. هيجري يروح فين بقى؟ هيجري يروح في تجويف في الاوضه اللي احنا فيها دي، ويقف اي حته يشوف له اي حته بقى يلزق عليها. طبعا دي حالات نادره جدا. مش كده هو الاشهر هو ان هو يكمل قعدته على الكرسي والكنبه دي ويفضل قاعد عليها. بس لو لزق على القولون ولا لزق على الحاجه هيمشي ازاي؟ لا مش هيمشي، هو هيبدا ياكل في الانسجه دي، ودي حالات نادره جدا. ياكل ويكبر؟ طبعا يكبر لحد نقطه معينه، بس عند نقطه معينه انت هتعرف انه في مثل هذا الشيء، وبيدخلوا يستأصلوا حتى ده مش هينزل، هينزل حتى الحمل اللي خارج الرحم. انت بتستأصله لانه لا مفيش مجال ان الحمل اللي خارج الرحم يستمر. وفي بعض المعتقدات عند بعض الساده المشاهدين او المرضى بيتخيل ان انا ممكن اخد الجنين ده وانا اقوم زرعه في الرحم مره ثانيه. طبعا ده كلام خلاص، ولكن هو المهم في الحمل خارج الرحم هو مدلول الحمل خارج الرحم على التاريخ المرضي للمرأة. لا ماشي. يعني ايه يا احمد الكلام ده؟ يعني انا النهارده واحده ست كنت متجوزه بقالي 5 6 سنين، واول مره احمل حملت في قناه في الاب. يبقى الفحوصات اللي انا كنت بعملها في يوم من الايام، والاشعه بالصبغه ومنظار البطن والهيصه والزنبليطه دي حاجه، والحقيقه ان هناك شيء ما خفي غير ظاهر في التحاليل، غير ظاهر في الفحوصات، غير ظاهر في الإشعاعات، قفش الأنبوبة وعرفنا إن هي السبب في السنين اللي فاتت إنه ما كانش بيحصل حمل طبيعي. أوكي. نفس الكلام بالنسبة للسيدة اللي حملت خارج الرحم مرة حتى لو متجوزة بقى لها 6 شهور. هناك اتهام قوي ناحية قناة فالوب الأخرى، لأنه قد يحدث حمل خارج الرحم في القناة الأخرى. وده سببه إنه كل ما هو موجود من اعضاء اتنينات في الجسم يتاثر كما يتاثر الجزء يعني الناحيه الثانيه. لو ده حصل له حاجه ثانيه بيحصل له. فاحتمال وارد جدا انه هذه السيده، انا مش بقول انه 100%، انما احتمال ان السيده اللي حصل عندها حمل خارج الرحم هي معرضه لحدوث حمل خارج الرحم في الايه؟ في الانبوبه الاخرى. طب تكيس المبايض ده ايه؟ ليه علاقه؟ تكيس المبايض ليس له اي علاقه ب الحمل خارج الرحم. لكن السيدة اللي عندها حمل خارج الرحم وعندها تكيسات وحملت بأدوية لتنشيط المبيض والحمل أتى خارج الرحم، هي ممنوعة من أنها تاخد أدوية لتنشيط المبيض، ممنوعة من أنها تاخد أدوية لتنشيط المبيض لاحقا، لأن هناك احتمال كبير ان هذه المرأة يحصل عندها حمل خارج الرحم في الانبوبة التانية، وخصوصا ان فرص حدوث حمل خارج الرحم بتزيد في السيدات اللي بياخدوا ادوية لتنشيط المبيض وعندهم في سابق التاريخ المرضي بتاعهم حمل خارج الرحم في انبوبة. عيد الجملة دي تاني. الست اللي حصل عندها حمل خارج الرحم في يوم من الايام وبتسعى الى انها تاخد ادوية لتنشيط المبيض، أو عندها تكيسات على المبيض وهتاخد أدوية لتنشيط المبيض مضطرة، هي ممنوعة من إنها تاخد أدوية لتنشيط المبيض،
لان هناك احتمال ليس بالقليل ان هذه السيدة يحصل عندها حمل مرة تانية خارج الرحم، لانه المنشط بيعلي من نسب حدوث حمل خارج الرحم. هي ممكن السيدة تحس ان في عندها حمل خارج الرحم لما نوي انها تحس. اساتذتنا الجمال بتوع زمان كان دايما يقول لك انه انت بتسمع من السيدة في التليفون العرض، ولازم يبقى فيه شك شديد في انه في حاجة اسمها حمل خارج الرحم، اللي تقول لك عندي وجع، تقول لك عندي مغص، تقول لك وجع في ظهري، اللي تقول لك برجع، اللي كل الحاجات دي بتيجي لاي واحده حامل. بس في الحالات اللي زي دي مش اللي هو خدي مسكن ونامي واسكتي، يبقى في اول او اسرع زياره تشيك، لانه في كتير من السيدات انت ممكن تمس القصه دي. يعني انا كان عندي واحد من كذا يوم، راجل محترم جدا، مراته كانت عامله تحليل كان طالع قليل جدا كارقام اختبار حمل، اللي بعديه كان قليل جدا كاختبار حمل، اللي بعديه بدا يقل عادي، واخد بالك؟ والسيده الدكاتره قالوا لها وقفي علاج. وقفت علاج، اتقال لها تعالي بعد اسبوع، ما جاتش خلاص، قالت لك ما هو التحليل بيقل. بعدها بشهر دخلت المستشفى بنزيف داخلي. ليه؟ لانه هو بدا يقل بس ما ظهرش اختبار الحمل في صوره صفر او في صوره ما هو قرابه الصفر. فهي كان عندها ايحاء يعني داخلي بانه خلاص الحمل كده انتهى، ولكن الحمل استمر في الانبوبه، وبعد شويه كبرت الانبوبه، لانه خد بالك برضو ممكن يقعد الحمل اللي خارج، ممكن يقعد 7-8 اسابيع الحمل اللي خارج الرحم دوان، بيفرق من سيده الى اخرى. في سيدات جسمهم بيستوعب الحمل دوان ويفضل يتمدد لحد نقطه معينه، واخد بالك؟ وبعدين يبدا يظهر منه اعراض. وفي سيدات من اول ما يبقى الكيس دون صغير جدا في حجمه تفرقع الانبوبه ويبدا يعمل مضاعفات. بس ده الموضوع كبير، بس يعني منتشر قد ايه؟ انا بسمع ان هو منتشر. لا، نسبه حدوث حمل خارج الرحم هو قليله جدا، لا تتعدى 1-2%. طبعا 1-2%. ونسبه حدوث حمل في السيدات اللي هم داخل وخارج الرحم 1-60-70 ألف. اي مش منتشر. اوكي. حمل خارج الرحم هو غالبا ياتي من التهاب داخل قناه فالوب، او التهاب في الاهداف، ده في الغالبيه، او التهاب في الاغشيه الخارجيه للانبوبه اللي بتخلي فيه مشكله في حركه الجنين في العوده الى الرحم. مشكورك يا دكتور، اشكرك ونشوفك الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله. شكر خاص جدا للاستاذ دكتور احمد عوض الله، استشاري الحقن المجهري واطفال انابيب وصاحب مستشفى دار الطب وعضو الجمعيه البريطانيه للخصوبه بلندن، على وجوده معانا النهارده. ونشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم. جمالك من الطبيعه مع نكس مع منى اليماني، خليكم معانا لو سمحتوا.